أما هلأ رح نروح لفقرتنا الختامية نور، وخصوصي رح نحكي موضوع طبي يخص الحوامل. يعني بنعرف أنه السيدة الحامل ممكن تمر بكتير من التغيرات الهرمونية وبعض التغيرات اللي ممكن تأثر على جسمها وعلى صحتها بشكل عام، ومن هاي التغيرات هي الأسنان. أكيد سلمى، بنعرف قديش الحمل له آثار كبيرة على جسد المرأة، فمنها يمكن سلامة وصحة الأسنان. كتير نسمع من صبايا وسيدات أنا ما حسيت بأوجاع الأسنان غير بمرحلة الحمل، صرت شوف مشاكل بأسناني خلال فترة الحمل. وفي ناس مراحل متقدمة كتير صار عندها مشاكل. مزبوط. أنا بعرف أحد الصبايا مثلا هاردرس، لأنه عندها كان نقص كبير بالكلس بسبب عدم الاعتناء الكبير بأسنانها. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الدكتورة الجميلة دانا مسلم، اختصاصية في علاج الأسنان وتجميلها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة دانا، أهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، أبرز المشاكل اللي ممكن تعاني منها السيدة الحامل بما يخص موضوع الأسنان وبتشوفيها دائما بالعيادات. صحيح. هلأ من أشهر المشاكل اللي بتعاني منها السيدة الحامل بهالفترة هو التهابات اللثة. يعني دائما من تكرار، دائما كل المرضى معظمهم يعني بيعانوا من التهاب لثوي بيرافقهم معظم فترة الحمل. وهالالتهابات هي يعني سببها معروف، تغيرات الهرمونية اللي عم بتصير مع الصبية بهاي الفترة هي اللي بتتعكس بشكل سلبي على اللثة بشكل خاص. فبيصير عنا هاي الالتهابات، بيصير في احمرار باللثة، بتتورم بتحتقن. يعني بتلاحظ انه ممكن يصير نزيف عند اقل رض، يعني هي عم بتفرشي اسنانها ممكن ينزل دم، ممكن اذا استخدمت الخيط ايضا ينزل دم. فهالعلامات هي كلها بتدل انه في التهاب باللثة. يعني تغير الهرمونات فينا نقول بيأثر بشكل كثير كبير على صحة الاسنان، بس في كمان يمكن اعراض اخرى او مشاكل في اخرى. في مشاكل ثانيه. هلا يعني هي اهم مشكله او ابرز مشكله. يعني بنسمع كثير من الصبايا انه انا يمكن ما فتت على دكتور اسنان غير لما يعني مرقت بمرحله الحمل، اول نخر شفته او اول الم. بخافوا يرجعوا لدكتور اسنان بفتره الحمل. هلا بنحكي عنها. هلا المشاكل الثانيه غير الالتهابات اللي عم نحكي عنها، ممكن يصير في عندي تسوسات، نخور بالاسنان، تاكلات بالاسنان. وخلينا نقول يعني هو سبب هالنخر او التسوس مو الحمل، يعني مو الحمل بسبب النخر، انما هو التغير اللي عم بيصير بالنظام الغذائي عند الست الحامل هو اللي عم بيسبب هالقصص هي. العنايه، روتين العنايه اللي هي معوده عليه كمان بيتغير. ممكن كمان بيصير في عندهم، بيصير في عندهم هنا بشكل طبيعي شعور بالغثيان، شعور ممكن القيء المتكرر الصباحي خاصه الاشهر الاولى، فهذا بيعيق العنايه الصحيه الفمويه اللي هي متعوده عليها. تغير بالنظام الغذائي، يعني مثلا في سيدات تلاقي فتره الحمل بتميل للتناول الحلويات، للشوكولا اكثر. صحيح. ما بتكون متعوده على هالقصه هي، فكمان هذا كل هالعوامل تعمل على انتشار النخور وتسوسات الاسنان. بالاضافه انه اذا هي اهملت زياره طبيب الاسنان طول هالفتره، نحن عم نحكي عن 9 اشهر وممكن بعد الولاده بكم شهر، يعني عن سنه كامله انت ما عم تتلقي رعايه طبيه اللازمه، يعني ما عم تعمل تشيك اب، ما عم تشوف اذا في نخر بدئي، نخر صغير، ممكن خلال هالفتره الطويله يصير نخر عميق ويتطور وممكن يصير خراجات. فما تنهمل انه بس على القليله استشاره زياره. نعم. لحتى نطمن. طيب دكتوره دانا، خلينا نحكي شوي عن الهواجس اللي مثل ما قلنا بتخلي السيدات ما يروحوا لطبيب الأسنان، اللي هي المواد المعالجة. بنعرف إذا أنا سني بده خلع معناته ممكن أضطر إني أخذ إبرة بنج، يا ترى البنج بيأثر على الحمل، وهي التفاصيل كلياتها، وإنه الألم بيكون مضاعف، إنه السيدة الحامل بتحس بكل شيء بشكل مضاعف، الروائح بتشمها أكثر، كل هاي التفاصيل. صحيح. هلا كل هاي المخاوف اللي ذكرتيها مضبوطه وصحيحه، ولكن احنا نطمن السيده الحامل. هلا احنا ان شاء الله انه ما بتحتاج خلال فتره الحمل لاجراء عمليات مثلا جراحيه مثل خلع ضرس العقل او اجراء يعني معقد بحاجه لتخدير، بس نحن بدنا نطمن انه التخدير امن على الحامل. طبعا في تخدير خاص، يعني جرعات محدده، جرعات منخفضه، جرعات المخدر الخاص بالحامل بيكون ما فيه كميه من المواد المقبضه، يعني الادرينالين فيه معدوم. وبدي اقول لك احيانا الخوف اللي بيفرزه جسم الانسان لما بيكون متوتر او عم يشعر بالالم بيفرز الادرينالين بشكل مضاعف عن الجرعه موجودة بالمخدر، فهي بالعكس آمنة وجسمنا بيفرزها. مع هيك أحسن أنه تأخذ جرعة صغيرة من المخدر لحتى يروح التوتر ويسكن الألم،
بتقدر تسترخي خلال الجلسة. ونحن غالبا هالنوع من الجلسات اللي بتحتاج سواء تخدير او تعرض لاشعه او تصوير للتشخيص بنعملها بالاشهر الثلاثة المتوسطة او بنسميه بالثلث الثاني من الحمل، يعني الشهر الرابع والخامس والسادس. هذا هون بيكون الحمل تقريبا صار مستقر غالبا من بعد عن ثلاث شهور الاولى والثلاث الاخيره. طبعا الثلث الاول بيكون بخوف انه لسه عدم ثبات الحمل، الجنين بمراحل نموه الاولى. الثلاثة الأخيرة بنخاف من الولادات المبكرة، يعني إذا كانت المريضة عنا الصبية على كرسي الأسنان لمدة طويلة ممكن يصير معها يكون مزعجة لإلها متعبة لإلها، نخاف من أي سبب يؤدي لولادة مبكرة، فنحن بنتجنب هاي الثلاث شهور الأولى والأخيرة. بالثلاث شهور المتوسطة إذا كان في حاجة يعني إسعافية لإجراء جراحي مثل ما حكيتي بتنطر المريضة لهالثلث هاد، بيكون التخدير آمن، بيكون حتى تصوير الأشعة معظم السيدات بخافوا من الأشعة، فأكيد في بيكون رداء واقي للسيدة للبطن وللصدر ولكل هاي المنطقة، وجرعة الأشعة السينية اللي نستخدمها يعني بالتصوير الأسنان كتير منخفضة وصغيرة وخاصة بالأجهزة الحديثة، فما في خوف. والإجراءات المرافقة يعني هلا بتخاف المرأة الحامل من كل التفاصيل، يعني إجراءات المرافقة لما أقول في خراج أنا بقوم بعملية تنظيف، في التهاب ممكن أعطيه أدوية أو أعطيه أبر، هاي الإجراءات المرافقة خلال عملية المعالجة بتخاف منها السيدة، بنعرف إذا فيها تأخذ التهاب ولا لا، إذا فيها تأخذ بعض القصص، خلينا نطمنا شوي ونحكي عنها. هلأ الأهم بهذا الموضوع أنه تكون السيدة صادقة مع الطبيب الخاص فيها، يعني فوراً تخبر أنه هي حامل، ما تخفي هالموضوع، تخبر الطبيب الأسنان أنه هي بأي شهر، شو الأدوية اللي بتاخذها، الفيتامينز إذا عم تاخذ فيتامينز، أي عملية بدنا نقوم فيها لازم يكون أيضاً تحت استشارة الطبيبة المشرف عليها، مشرف على الحمل، فبيكون في تواصل بين طبيب الأسنان وطبيب الخاص، فنحن ما نخفي على الطبيب أي معلومة، نخبر أي شهر نحن بالحمل، إذا في أدوية هالقصص هي، فبتكون الأمور كلها يعني واضحة، وأكيد الطبيب عنده خلفية ومعرفة، ما بيوصف للسيدة الحامل أي أدوية ممكن تأذيها أو تأذي جنين. صحيح. فأكيد نحن المسكنات الآمنة هو غالبا الباراسيتامول، ما بنوصف غيره، المضادات الحيوية في حالة احتجناها كمان المضاد الحيوي المعروف البنسلين هو اللي آمن للحامل. نعم دكتورة، قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك، أبرز النصائح اللي بتوجهيها لكل سيدة حامل للعناية الفموية، وخصوصا بنسمع أنه في سيدات بيصيروا مثلا بيستخدموا معجون أسنان للحساسية بالحمل هن سابقا ما كانوا بحاجته، تفاصيل صغيرة إذا فيك تطلعين عليها. تمام. هلأ بس نحن مو مطلوب منا، ما بدنا نجهدها بكفي اللي فيها. نحن بس بدنا إياها تقوم بالعناية الفموية اليومية المعتادة. إذا بتقدر تعمل تفريش الأسنان مرتين على الأقل باليوم فهذا بيكون كتير ممتاز. إذا عم تحس بشعور سيء عند استخدام الفرشاية بشعور بالغثيان أو بيصير عند القيء بزيادة فخلص تستخدم المسواك مثلا مرتين باليوم، الغسولات الفموية، المضمضة، ماء وملح، يعني اللي بتقدر عليه تعمله. غسولات طبية ما بتأثر، ما بتأثر أبدا لأنه هي بالنهاية ما عم نبلع منها شيء، ما فيها مشكلة. إذا بتحب تستبدلها بالماء والملح بيقوم بنفس الدور، يعني بس المهم حركة الغسول هي والمضمضة لحتى يضل الوسط فموي يعني صحي. معجونات اللي فيها فلورايد كمان بتفيدها لأنه بنعرف ممكن تتعرض لنقص بالكالسيوم، فهي بيصير سطح السن شوي بينقص تمعدنه، فبناخذ معجين حاوي على فلورايد حتى ما تحس بهالحساسية اللي عم تحكي عنها. بدي نبه على نقطة كتير مهمة، إنه السيدات اللي بيعانوا من القيء المتكرر أو القيء الصباحي ما يلجأوا لتفريش الأسنان مباشرة بعد القيء، لأنه نعرف نحنا القيء هو عبارة عن إنه أحماض المعدة عم تطلع للفم، عم تزيد حموضة الفم وعم تلامس الأسنان هالحمض. نحن حاكينا من قبل إنه لما بناخد أكل أو مشروبات فيها أحماض عالية ما بنفرش أسناننا فورا، لأنه بيكون سطح السن اللي هو المينا السني الأنامل اللي بيغلف السن وبيحمي بيضعف عند تعرضه لهالحموض، وبصير سهل انه تزول هاي الطبقه عن تفريشه، فبتنطر على الاقل ساعه ساعه ونص وبعدين بتنظف اسنانها اذا صار معها هالموضوع. اكيد بدنا نشكرك الدكتوره دانا مسلم على وجودك معنا، ويمكن حاولنا نضوي خلال الفتره القصيره من الوقت على اهم يمكن الملاحظات اللي بتشغل بال كل الصبايا الحامل خلال فتره الحمل العنايه باسنانها. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، شكرا لك دكتوره ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها.